صباح الخير عليكم، السلام عليكم، بونجور تو المود، جمعة مباركة للجميع إن شاء الله، نهاركم زين يا الحباب يا حبيباتي، نتمنى لكم إن شاء الله تكونوا بخير، ومرحبا بكم في قناة حورية. اليوم جبت لكم وصفة اللي كل الجزائريين وكل المسلمين بتاتخ يديروها بالجمعة، جبت لكم وصفة الكسكس الجزائري الأصيل اللي الناس كل تحبوا كبار وصغار، كسكس بلا فيون دانيو. انا درته اليوم بست لوغيم، افيك ست لوغيم، تحسبوهم تلقاوهم الست. وحبيت نرحب بكل المشتركين الجدد، مرحبا بكم في قناتكم وفي عائلتكم، ونشكركم على التعليق الجيدة والتعليق الهائلة، ربي يخليكم تشجعوا فيا كيما هكا، بارطاجيو مع احبابكم ومع فاميلتكم ومع ليزامي تاعكم. نروحوا مباشره نبداو الوصفه تاعنا، هيا بسم الله. درنا على كوكوت تاعنا فيها شويه الزيت، نجيب نديرو لافيون تاعنا. انا خيرت اليوم لافيون دانيو دي مغسول كوم سا، نعطيهم البصل. انا عندي هنا زوج حبات بصل كبار وعندي 5 سنين ثوم، فوالا نديرو عليهم اللافيون تاعنا. نخليها تتقلى، نقليو لافيوند تاعنا سوا سوا. ما بين ما راهي تتقلى هنا نرحي لها طوماطيش، دركا نوريكم ليزانغريديون وميم طون وحنا نطيبو في الكسكس. فوالا نزيدو لهم طوماطيش مصبرة، أنا هنا عندي مغرفة ونص تاع طوماطيش الطماطم المصبرة، نخليو كلش يتقلى مع بعضه مليح على نار ماشي قوية، على نار موايا باش متحرقلناش لافيون تاعنا. نرجع لكم بعدين. شتو كي راهي تكتك هنايا لافيون تاعنا، ريغاردي سوي ديزولي بور لا فابور، ريغاردي هنا نجيو نمرقو لافيون تاعنا، نمرقوها بالماء سخون، ما نقدروش نستغناو على الكسكس الجزائري، حنا الجزائريين ما نقدروش نستغناو عليه. نمرقو القدرة تاعنا، نديرو المرقة اللي تكفينا اللي يطيب فيها لافيوند، فلا كوكوت يخيراو ما يطولش، ميم با 30 ميني ماكسيموم. انا الكسكس تاعي ديجا راني غسلتو حطيتو ينشف، هاوليك سلتو ديجا راه ونشفها دوك، ما عليا غير نسقمو نديرلو شويه تاع زيت الزيتون ونطورو. اليوم سخفت على الدقله تاع الدزاير، شوفو الله يبارك تاعتنا، كنت للبوشي لقيت يبيع فيها ما شاء الله، هايله هايله ركاردي تهبل، شوف تقول هذا وين نحوها من النخلة. فوالا نوليو القدرة تاعنا، هنا نزيدو لها شوية مرقة شوية ما، باسكو انا حبيت ندير شوية بزاف.
فوالا هنايا يكفي. على بالكم البنات شحال عندنا نوع من الكسكس في الجزائر؟ عندنا تفوت 360 نوع كسكس، كل واحد كيفاش يعيط له. واحد يعيط له كسكس، واحد يعيط له كسكسي، واحد يعيط له بربوشة، واحد يعيط له الطعام، واحد يعيط له كل منطقة كيفاش تعيط له. كل منطقة تقدمه بطريقتها الخاصة، وفي النهاية كامل يرجع كسكس، كسكس الجزائري اللي معروف حول العالم. ما شاء الله هذه الوجبة راهي من حياة جدودنا، من حياة فوالا. هنا نغلقوا لا كوكوت تاعنا، فوالا سي بون. نقول لكم ديما فيريفيوها قبل ما تسكروها، وقبل ما تسكروا لا كوكوت لازم تخليو حتى لاصوص تاعكم تغلي. كي تغلي كسا راكم مطمئنين، سكروا لا كوكوت تاعكم وانتوما هانيين. هنا نسكروها ونخليوها تصدعنا واحد 30 مينيت ونرجعوا لها. في هذا الوقت حنا نروحوا نوجدوا الخضره تاعنا. من جهه اخرى مادام الكوكوت قبل ما تبدا تصفر لي، انايا ندير الكسكسي تاعي هنا سيغ لو تروفو ونروحوا نوجدوا الطعام. فوالا اجيو معايا. هنا الكسكس تاعي راهو نشف، غوكاردي غسلته وخليته نشف، غوكاردي حبة حبة ما يتعجل، ما فيه ما بيه والو. غوكاردي نزيد له شوية زيت الزيتون هكا ونحركو مليح حتى يشرب هذاك الزيت. ومن بعد نفورو التفويرة الأولى. نديرو في الكسكاس بسميها. أنا من طبيعتي الكسكس نفورو دو فوا، ساعات نديرو تخوا فوا، مي غارمون كيشرب الما تاعو صايي يكون مش محتاج للماء صايي. ما نزيدوش نفوروه. دا الكسكس تاعنا راهو فار، دركا نحطو نديرو له الماء. نجيبو نحطو الكسكس تاعنا بشوية كيما هاك، غادي نحلو لوحدو معاه. ها كنجيبو غير الماي هاد بارده ونحطوها لي، نديرو له شويه تاع الملح باش ما يجيناش صامط هكا، باسكو كون جا مفتول في الدار ما نديرولوش باسكو راه يتفتل بالملح. مي هذا تاع الماشينه هذا لازمنا نديرو شويه ملح، ونجيو نحطو عليه الماء كيما هكا. نحركو هكا شويه نخليه يزيد يشرب هذا الماء، ومن بعد نعاودو نفورو تفويرة دوزيام. كسكس انا نموت عليه، بصح ما نحبش ناكلو طول الجور، ما نديروش دايما، نديروه مرة على مرة. مي كنتوحشو دي فوا لا نتوحشو، لا فامي كاملة تاعنا تحب الكسكس، سيغتو كيعود بلا فيوند تاع لانيو، وتعود باغ اكزومبل تعود بلا بالخضرة عند هايل. نورمالمون سبق لي ولني درت معاكم لا غوسيت تاع الكسكس، مي درتو في الديبي تاع كيما حليت لاشين، ودرتو سيغ دو فيديو، كاين اللي شاف الجزء الاول وما شافش الجزء الثاني، وكاين اللي شاف الجزء الثاني ما شافش الجزء الاول. الوغ قلت انا نعاودو لكم اليوم باش تشوفوه كيما نديرو انايا على طريقتي. فوالا نفس الشيء
نعطيكم واحد لاستيس برك للكسكس كي باغ اكزومبل تشوفوه اسكو يحتاج الماء ولا ما يحتاجش. نجيبو نلايموه كلشي هنايا، نحطوه على جنب في القطعة تاعنا ونضربوه كيما هكا. راكم تشوفوا تحرك كيما هكا، اذا كان تحرك داكور خلاص هنا سي بون، نزيدلوش الماء. اذا كان ما بغاش يتحرك نزيد نشربوه الماء. فوالا هذه ناستيس البنات اللي ما يعرفوهاش. دوكا نديروه في الكسكاس ونعاودو نفوروه المره الثانيه. انا الكوكوك تاعي كي نحيها من فوق النار نديرها تحت العين، ندير عليها الماء البارد كوم سا، ماشي سور لو بوشون، سي جيت سور لو كوتي كوم سا كيما راكم تشوفوا في العين، باش نيفيتي ولا فابور تاعها كي نفتحوها ولا نخافو نفتحوها ولا حتى تبرد خلاص، ومن بعد نفتحو لاكوكوك تاعنا. تبرد خلاص هذه المغطى تاعها تبرد وتحبس من التفصيل تاعها، ونفتحوها بسعيد بافيك توت سيكوريتي. اخرى الطعام تاعي هنا راه فارغ دوزيام فوا، دركا نحيه نحطو نزيدولو شويه تاع الزبده والطعام تاعنا راه واجد. نوري لكم الخضر اللي خيرتها اليوم انا للطعام الكسكس تاعي. عندي لي كاروت، عندي هنا زوج حبات بوم دو تيغ درتهم صغار هكا باش تجيني المرقه ثقيله شويه، عندي القرعه، عندي اللفت لي نافي، واليوم زدت عليهم هذه كومون سابيل القرعه الحمراء هذه، مانيش مالفة نديرها هنا في فرنسا مي راح نجربها اليوم جو سي با كيسكو سا دون ابخي. وعندي هنايا شويه فول سيرجولي، يتسمى عندي سبع خضر 1 2 3 4 5 الفول 6 والبوا شيش 7، عندي 7 ليغيم اجوردي. وما ننساوش هذا، هذا اللي يزيد بنا على بنا في الاخير. انا البوا شيش تاعي هنا راهو طايب، ما منلوحوش دركا حتى في اللافا ونلوحو دوكا، نروحو برك نحطو لي ليغيم تاعنا يكملوا يطيبوا مع مع لا فيوند ونرجعوا من بعد. فينالمون انا الفول هذا معجبنيش، ما حبيتش نديرو مع لحت لي ليغيم كاملين يطيبوا، وهذا ما معجبنيش خفتو لي خسر لي لاصوص تاعي، الوغ شي ديزولي راح نرميه. فوالا شتو سافا با، انا بالي راح جيم با لي ليغيم سيرجولي، فرانشمون جيم بيان لي ليغيم فري. فوالا الكسكس تاعنا هنا راهو فار لا دوزيام فوا والأخيرة، مش راح نزيد نفورو. هنا نحطو يبرد شوية، شوفوا كيفاش راهو الله يبارك، حبة حبة مش لاصق في بعضها مش معجن، هايل هاي. ما لاحظتوش البنات نهار اللي نديرو الكسكس كوزينة كل تولي طعام، كوزينة كل تعمر بالكسكس. نهار اللي نديرو الكسكس ونهار اللي نديرو الكاطو الدنيا كل تتعمر. هنا نزيد لها مرسو تاع زبدة، نزيد لها شوية بس ما هي، نزيد لها مرسو واحد فوالا. نغموها كامل، ندفنوها هذه الزبدة هذه ندفنوها كيما هاك حتى تذوب. فوالا الخضرة تاعنا راهي طيب ما بقالهاش بزاف، دوك نسكر عليها كوكوت، انا راني مزروبة شوية نسكر عليها 10 مينيت وهي طايبة، ونتلاقاو بعدين. قاعدي لاصوص تاعنا راهي واجدة ولي ليغيم تاعنا كامل طايبين. قاعدي اللفت كيفاه طايب، زبدة لا كاروت وسي كل شيء طايب. هنا نجي للوح ندير الحمص تاعنا، يزيد يغلي 5 مينوت مع الخضرة برك يدي النكهة تاع لا فيوند، ونطفيو عليه. نزيدو
هذا اللي يعطينا البنة على البنة، هذا وسي الحروف الأخير كيما هاك، غير يغلي 3 4 5 مينيت ونطفيو عليهم نسربيو الكسكس تاعنا. الكسكس تاعنا راهو هنا واجد وسي، درنا له الزبدة وخليناه، وقعدي حبة بحبة الله يبارك ما شاء الله. الكسكس تاعنا راهو جد، وقعدي الله يبارك ما شاء الله، خضرة طايبة ولا فيون دوسي، هايل هايل هايل. وقعدي لا فيون تقولها زبدة، وقعدي تلمو صغير الخروف وقيلة قريب قريب طاح لي والله. وقعدي ولا من بقيها في خاطركم غير نذوق معاكم. بسم الله وقعدي كيفاش راها والله يبارك. هذا هو الكسكس على أصوله الجزائرية. بسم الله ما شاء الله، شهيتكم في الجنة يا البنات، وجمعة مباركة نقول لكم. إن شاء الله يرفع علينا هذا البلاء يا رب العالمين، إن شاء الله يهدينا ويهدي وليداتنا. هنا نكونوا كملنا الوصفة تاعنا، كملنا الكسكس تاعنا، شهية طيبة، ونقول لكم نهاركم زين. على بخشان غوسيت إن شاء الله. السلام عليكم. ما تنساوش ديروا جيم لا فيديو وتشتركوا في القناة وتبارطاجيو مع كامل احبابكم واصدقائكم، راكم ما شاء الله عليكم.